سيدق ترابلسي انا قلت قبيله باش يكون ضيفنا صديق طرابلسي مخرج ممثل شاب في اول تجربه مسرحيه في الاخراج هو تكوين مسرحي ولكن في اول تجربه في الاخراج المسرحيه اللي باش تكون في افتتاح مهرجان علي بن عياد المسرح الدوره 33 اهلا وسهلا فيك يا صديق اهلا وسهلا تحيه ليك ولكل المستمعين مرحبا بك صادق ترابلسي عرفك الجمهور في التلفزة في تجارب درامية المايسترو حرقة مع لسعد الوسلاتي كانت عندك زيادة تجربة مع مراد بالشيخ في فلاش باك واحد واثنين وتوا لكن انت اختصاصك مسرح اختصاصي قرايتي مسرح وتكوينك مسرح بيان ايه ايه انا جاي من المسرح من الهواية من الاماتور اي بديت في صفاقس دونك مسرح الهواية بالجاموسي ثم مع مركز الوطني الفنون الفن الدرامية بسفيقس بعد كملت قرايتي في التكوين في المعهد العالي للفن المسرحي وبدات الانطلاقه في التجارب المحترفه معناها كممثل تجارب متنوعه بين تونس وخارج تونس وتوا في تجربه جديده في الاخراج تجربه جديده في الاخراج كيفاش؟ ما زلت نقول نحن معناتها في مازلتك الكاسكيت الممثل مغرم بها آه هو <applause> علاش حبيت تكون مخرج في العمل هذايا تش نحكيو عليه عمل يحمل عنوان مسرحيه البخاره م -م. اللي تعرض عرضه الاول وقتها في مدينه الثقافه لو 27 جانفي في م -م. مدينه الثقافه ومن وقتها ما عملش سيكل نتاع عروض مازال عملنا في اليوم العالمي للمسرح لو 27 مارس زاد كنا عملنا عرض اخر واليوم آه نهار السبت عرض ثالث نهار السبت العرض الثالث لمسرحة بخاره تسمى محظوظ اذا كان نحكيه على مهرجان عريق مهرجان علي بن عياد الدوره 33 وقع الاختيار على مسرحيتك جوستومون تحب نجاوبك على علي بن عياد ولا على تجربتي حل... انا من الاخراج؟ اي نمشي نبداو ساعات تجربه الاخراج الفكره انه الاخراج او فكره انه الممثل مخرج ولا ممثل يولي مخرج، آه نتذكر مره انترفيو في مع اذاعه مصريه آه قالوا لي انت كنت في قلباب الممثل وبعدين قلباب المخرج انا اوفيت فيت بنشوف انه يمكن في مصر يتقيدوا شويه بالمخرج مخرج مخرج ممثل ممثل ايه. يقعد حياته الكل، لكن احنا في تونس لا يعني ما تجارب، عندنا ناس كانوا ممثلين ولاو مخرجين، عندنا ينجم يعملهم الزوز وينجم يعملهم الزوز، وينجم فما مخرج وممثل في نفس في العرض في نفس الوقت في ايه. نفس العرض، ايه. ونتصور انه الاخراج ماهوش بالوقت زاده مش لازم توصل لعمر اه معين باش تولي ايه. مخرج مش يجي بعد برشا تجارب في التمثيل باش نقولوا مخرج، ينجم يكون ما يتعداش بالسيكل هذاك كامل و... هو مهم التجربه ايه. في التمثيل راه مهم ايه. تجربه في التمثيل مهما كان تمثيل ولا اي كان راه في ايه. الكتابه في الدراماتورجي في ال... في ال... في, ال... في الاسيستانا معناها مهم انه تحتك بمخرجين وتعرف السين وتعرف المهنه وتعرف الحرفه خاطر هي حرف دونك الاخراج ما تصوروش يتقرر م... ايه. قد ما هو باكراوند و... وعين و... وموهبه و... وغرام يلا نمشيو البخاره اللي هي اختاروها في افتتاح مهرجان علي بن عياد للمسرح الدوره 33 ساعه كيفاش بقى الاختيار عليها؟ والله نشكر ساعه هيئه المهرجان لاختيار العمل في عروضه الاولى في افتتاح المهرجان ومهرجان علي بن عياد كاسم يحمل ابعاد كبيره علي بن عياد قرينا قرينا على ابن عياد وتفرجنا شخصية على مسرحية كبيرة أعمال علي بن عياد كسوة في التراجيديا في الكوميديا علي بن عياد من أعظم خلق تونس حقيقة في المسرح دونك رهان رهان أنهم يختارونا ورهان ليا أنا كأول عمل نبدأ به افتتاح مهرجان علي بن عياد حاجة تفرحني وزاد اول عمل نخرج من اسوار المدينه من الاسباس اللي حضرنا فيه العرض نتاعنا نخرج المهرجان علي بن عياد داير انا كنت مشارك في الدوره قبيله كنت في التحضيرات في القاعه نلقى افيش سنه 2019 عام 2019 كنا بعرض اكستريم مع نادر بلايد كنت ممثل في العرض هذاك دونك اليوم رجعت بخي خمس سنين بعمل رغم غيابه والعودة رجعت مع مع العودة هذه مع المهرجان مهرجان علي بن عياد المسرح الدورة 33 نحكيه على العمل المسرحي خلينا ندخل شوية في تفاصيل بخارة عندها عنوان بالانجليزية زيدا توكسيك بارادايس وفيها ما با... تبعك دوكس ما بين <applause> توكسيك بارادايس يعني وي. الجنة المسمومة المسمومة هوني تحكي على منطقة في تونس هي جيبس أه، وي بما احنا جنوب شرق البلاد التونسيه voilà احنا ما قلناش جابس راه في العرض نتاعنا ما قلناش كلمه جابس آه لانه بالنسبه لنا آه هي اي منطقه في العالم في العالم تلوث مشاكل بيئيه موجوده في على أخطوه. الكره الارضيه الكل هو العمل ينطلق من محلي ويمشي للعالم الكوني معناها الموضوع بتاعنا ما نتصورش فما حتى بلاد في العالم ما تعانيش منه ولكن كي تبدا عندك ريفيرونس ولا تبدا عندك حاجه لمصداقيه العمل احنا الريشيرش بدات من 2018 والكتابه للعمل هذايا دونك اللي انا اصيل مدينه صفاقس وعشت في صفاقس قريب منك البوليسيون قريبه منا والبخاره موجوده عندنا نعرف شنو هي البخاره من بعد كي دخلت الموضوع هذايا وبديت نفكر فيه ريالمون في كتابته في معالجته الفنيه نلقى جابس معناها كاتاستروف ايكولوجيك حقيقيه بالارقام بكل شيء هذاك علاش أه 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 تحس قابس في العرض نتاعنا تحس جابس قلنا جنه مسمومه توكسيك بارادايس نحكيو على شط السلام بايحاءات مش مباشرتيه لانه شط السلام بالحق هالمنطقه هذه اللي هي جنه ومزيانه على الاخر انا زرتها جابس معناها جيبس معناه من احلى المناطق اللي عندنا في تونس ما ديما المشكل الكبير هو التلوث التلوث معناها تلقى البحر تلقى الواحه يلقى. جماليا صحيا كله معناتها عنده تاثيرات ومهم جدا انه ناخذوا اعمال فنيه تحكي على المشاكل هذه على خاطر ديما كدارج نحكيوا على المشاكل الدراميه الاجتماعيه المهنيه آه ونحكيوا تو على مشكل بيئي سيتخن... بالحق اختيار موفق بالنسبه هو الموضوع, الموضوع صعيب راه ايه صعيب خاطر كيفاش تطرحوا على المسرح فوالا طريقة طرحه ومعالجته صعيبة فيها لازم تكون برشا مصداقية على خاطر تحكي على حاجات واقعية و... وكيفاش باش تعبر, علي؟ تعبر عليها كيفاش باش تعبر عليها باي طريقه باي جماليه باي اختيارات دونك كان صعيب العمل حقيقة في الكرياسيون معناها مع ليزارتيست خذينا تقريبا خمسة شهور واحنا نحضروا العمل هذا كاستينج اخترناه من من 2000 وتقريبا 21 ثم تغير شوية لكن الممثلين اللي كانوا في المشروع ممنين بالحق بالقضية هذه معناها لكي تخنى المشروع تخنى بإيمان حقيقي بفكرة العرض نتاعنا خلينا <applause> <applause> <بيأسير>. نقدموا فريق العمل بالمناسبة الفنان القدير رمزي عزيز آه اللي رمزي زاد أصيل جاب إسره هو ولد شط السلام <applause> أي آه الممثلة صديقتي اللي نحبها برشا مريم بن حسن آه الممثل بلال سلطني <تصفيق> <تصفيق> آه اكيد الممثل صديقي علي بن سعيد كانت لنا تجارب كممثلين مع بعضنا اول تجربه هو معي والممثل كذلك صديقي بليغ مكي في في الدراماتورجيا ومساعده على الاخراج توماذر الزرلي كتابه مساعده لياسر الربحي به احنا تحيه ليهم بتبيع ونعرفوا انه العمل المسرحي مش حاجه سهله لانه البرايف واللقاء المباشر بالجمهور هو اصعب الاعمال الفنيه بالطبيعه ما تسماش ابو الفنون هكاك لانه شامل لانه يشمل الكل بالحق ما هوش معناها المسرح ستانتو تلقى فيه الدانس تلقى فيه الموسيقى تلقى فيها المسرح تلقى فيه الشعر تلقى فيه معناها المسرح ينجم يجمع هذا الكل <applause> واللقاء المباشر بالجمهور هو يظهر لي اقوى حاجه في المسرح قدامك جمهور ينجم يتفاعل لك نجم ياثر وكيفاش انت تتاثر وهو يتغير العمل نتصور مش كيما اول مره باش تقدمه كيما المره هذه هو فن وتنجم حي وتنجم تزيدوا فيه الارتجال فيه الامبروفيزاسيون معناتها تنجم تزيدوا ويمكن مفتوح العمل المسرحي مفتوح وال وال والفن الحي هو يتطور من عرض لعرض معناها ما يموتش ما يموتش يبقى و... حي وتنجم تتفرج في العرض الاول وتجي في العرض العاشر تلقى حاجات اخرى راه ايه. بون حاجات ممكن أخرى. كانت طورة الامور مساله التلوث في في المدينه اذا كان فما اجراءات نتاع اسلاح انت وقتها تزيد تغير مسرحيتك تحينها نحي... لاكتواليزاسيون عليه ايه. دونك احنا ناخذوا زادة من اليومي واللي نعيشوا فيه ونجموا ونحطوه معنا ما احناش واقفين في عرض ماهوش سينمائي هذايا تسجل وتحط لا عرض حي نتفاعلوا مع كل التغيرات اللي كانت سياسيه الـ او الـ البيئيه الحاصله المهم زادة في العرض موجه لكل الشرائح الاجتماعيه ينجموا يتفرجوا فيها الصغار الكبار كل الاطياف يعني المهتمه بالمسرح خلينا كيفاش بدات المسرحيه بصرخه؟ حس كيفاش اول اول لقطه في المسرحيه؟ اول لقطه في المسرحيه هي كلمه زعما ما تطلعش كلمه وين الشمس حاش كيما هكا؟ وين الشمس؟ منين جبتها؟ <applause> 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 وين الشمس؟ وين الشمس؟ وين الشمس؟ هو بالحق راهي كانت كانت فما في البرولوغ احنا نقول برولوغ اول سين في العمل كانت فما نص طويل قعدنا نخدموا عليه فتره دونك uh, من بعد في وسط النص فما كلمه وين الشمس حسيت انا والمجموعه وزاد رمزي اللي هو يقول هالكلمه هذه البطل هما الكل ابطال كل ابطال اي دونك رمزي اول ناقشني فيها لكن هو اللي قال وين الشمس اي اما مش ما ما احنا في تو في, العمل المعاصر ولا ايه. في المسرحيه بتاعنا ما عادش فما بالنظره الكلاسيكيه المسرح بطوله ودور ثانوي ودور هما خمسه شخصيات فعلا في العمل ما تنجمش تنحي شخصيه على شخصيه عجبتني الديمقراطيه نتاع الاعمال المسرحيه هك هذا هو المسرح المعاصر به دونك وين الشمس حسيناها كلمه تنجم تعبر على برشا كلام وحامله لبرشا معاني. برشا دلالات رمزيه. وبرشا دلالات وين الشمس اه تنجم اه تهزنا لبعيد خاطر اذا كان نحكي وين الشمس ريالمون اليوم في بلاصه غايبه فيها الشمس. بالنسبه لنا الشمس احنا كتوانسه زاده حاجه كبيره برشا والشمس ومحتاجين نعمل. الشمس ومحتاجين الشمس وتنجم هالشمس. تكون الشمس تعبير عكسي يعني قوه الشمس طبقه الاوزون نعرف اذا كان تحكي انت على البيئه وي وي وال... وي, وي, وي. وي قراءات متعدده الشمس الشمس. وهذا مهم في العمل المسرحي انك انت كي تتفرج تتعدد عندك قراءات، ما فماش قراءة وحيدة تمشي. لا لا ما احنا احنا العمل نتاعنا فيه اه كل معناه بعد زوج العروض اللي عملناهم، ناكد لك اللي اخليت 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 بعض الآراء من أصدقائي، كل واحد شافه من زاوية وكل واحد شافه بقراءة كيفاش قرأ حسب وهذا هو العمل كما يحيرش هذا الجدليه هذه وهالقراءات المختلفه ما, ما يكونش عمل حي وياثر بالحق هذه تفاصيل م -م. انت تحب برشا تفاصيل طبعا وين نحب زاد برشا تفاصيل باش نسمعوا نسمعوا نانسي عجرم في لقاءنا على موجه الاذاعه الوطنيه في فنون تحكينا على التفاصيل قلبي <applause> يا الحب جميل ننسي عجرم على موجات الإذاعة الوطنية الحب مزينة ما نجموش نخدمه من غير حب بطبيعة الحب حب الحب حب وإحنا نحبكم ديما بغونشية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية نحكيو على عرض المسرحي بخارة لضيفي آه سيدة قطرة برسي آه نجم نقوله في عروضي الأولى مازال في هذه عرض رقم ثلاثة رقم ثلاثة باش يكون نهار السبت نهار السبت في ف... افتتاح مهرجان علي بن عياد م. للمسرح عرض ثالث زال مازال اول عرض نخرج من فضائنا اللي مستنسين به بي. دونك به التجربه انه صاله جديده صاله اصغر من القاعه اللي كنا نخدموا عليها دونك تصغروا في شنو دونك عملنا موديفيكاسيون فريمون في السينوغرافي في الديكور خاطر مش نفس الديمونسيون اللي خدمنا عليها في, في القاعة الكبيرة، دونك فما حاجات فما فما موديفيكاسيون، فما حاجات قاعدين نخدموا عليهم على مستوى الإضاءة كذلك خاطر مش نفس الإضاءة المتوفرة لهنا نلقاوها في صالات أخرى، دونك هذايا باهي وباهي إنه بدينا نخرجوا باش نجربوا خاطر العرض هذاك هو يمشي ويتطور ويتجرب وكل مرة من قاعة لقاعة كاسكيت المخرج م -م. فيها تعب؟ فيها تعب فيها تعب انا ب... ما كنتش نتخيل انه خاطر انت خدمت تجربه الممثل أي. يقوم بدوره ويمشي يروح على روحه لروح. ويروح وما يهموش ويجي ويطالب كل شيء يكون متوفر له بالحق شوف اي هذاك هو معناتها هذاك اي امل اخراج متعب بالحق معناة انا توا تفاصيل التفاصيل انت شيف اوركستر انت الشيف تاع العرض الكل معناها اي اي تفصيله اي حاجه في العرض مسؤول عليها المخرج أه، ضو اذا أه، أه، مابينج ممثلين اداء ميزون هل الكل هالتوليفة هذه الكل أه، حتى تفاصيل الخارج على العرض التحضيرات كل شيء مسؤول عليها المخرج مسؤوليه كبيره ما هي سهله ولازم لازمها برشا خدمه وبرشا تعب برشا تعب ما نعرفه احنا قبل ديما المخرج يسيح <applause> في الاعمال السينمائيه ولا المسرح المهم المخرج حتى في البرامج التلفزيه المسرح المعاصر المخرج يسيح ما ليه؟ تصويره اخرى على المسرحيه المعاصره ليه ما ما, ما تخدموا أفاك معناها ما نشوفش علاش فماش انا حتى المخرجين اللي خدمت معاهم الحق في في المسرح او في التلفزه ما كنتش نشوف فكره هالمخرج الدكتاتوري تعرف علاش خاطر خدمت ولي. مع شكون انت خدمت مع لسعد الوسلاتي اللي هو الحقيقه ما نتصور ما نتخيلوش نهار يعلي صوته نعرفه تحيه ليه وتبارك الله عليه بالطبيعه لا علي فما الوصلتي. تشنج عادي كي فما ارجونس في الخدمه فما ماهوش انسان اما نحكيو على الصوت لا لا الصوت اللي ما فماش علاش خاطر مراد بالشيخ تبارك الله مراد اهدأ من الهدوء معناتها نعرفوه على الاخر ف يعني جسم ملاحظه راه ماهيش مقياس راه اي معاك لا هي خطر موجوده, موجودة وانا نتصورها غالطه لانه المسح أيه لانه ما برتاج راهو ما والمخرج ما هوش والمخرج ماهوش السلطه زاده ليه هي تاش راهو معناها في الاخر واحنا المسرح اون بارتاج مع بعضنا في لكن هي في الكلاسيكيات بالكل... وفي فرجتنا ديما المخرج حاجه معناتها هو اللي يسيطر على البلاتو نتاعو واسمه في الاخر يبدا يقعد اذا كان تتعامل مع ناس محترفين وناس ولا... تعرف خدمتها وناس عارفه فيش تعمل وفنانين ما نتصورش علاش المخرج باش يسيح ويعيط به خلينا نسالك سؤال نمشيو لكاسكيت الممثل خاطر تجربة مهمه في عندك أي في, آه في الدراما في التلفزة ميسرو الحرقة آه دايوغ حتى مريم بن حسن يظهر شاركت معاك في ميسرو وفي, وفي الحرقة موجودة معاك حتى في نفس في اللاكسي أي آه في خاصة في حرقة يعني في, في نفس آه اللاكسي مريومه صديقتي ساعه قبل كل شيء و... تحيه ليها سلام عليها صديقتي حتى مريم من ايام اللي زاد معناها المعد العالي فن المسرح كنا مع بعضنا نفكروا مع بعضنا نخموا مع بعضنا وساعات نرجيه تقرب العباد معناها حتى برابت. في, الاعمال ولا في, في التفكير تلقى روحك تنجم تتقاطع معها ذاك علاش جات المايسترو كنا مع بعضنا جاء الحرقه شفتها في الاعمال ذوما كان اختيارك براغماتيك بالنسبه لمسرحيتك انت محتاج شخصيه مريم باش تكون حاضره صحيح بغض النظر اصحاب ولكن فما كيميا نقولوا نحن في وسط ليكيب بالطبيعه بالطبيعه فما كيميا وفما صداقه وفما حب وهذا زيادة ما يمنعش انه ممثل ممثله كبيره مريم بن حسن محترفه والدور دليل مكتوب لمريم معناها من الاول انا كنت نحكي لها من اللي بديت نكتب قلت لها راني عندي الفكره وكذا وكذا, وكذا وبديت نكتب المريم دونك هذا يسهل عليك كمخرج كي تكتب للشخصيه جاهزه مسبقا بطبيعه بطبيعه يسهل في الكتابه ك... كمؤلف ككاتب يسهل برشا خاطر تولي يزيد يزيد يطور معاك الشخصيه خاطر تعرف الكاليتي نتاع الممثل وتعرف وين ينجم يوصل دونك تنجم تنجم في الكتابة تمشي معاه لبعيد ما تبداش محصور ب... 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 ببروفيل معين وكذا تعرف الممثل تعرف امكانياته كبيره وتعرف مش يراهن معاك وباش يمشي معاك انا باش نقول موافقين في العمل المسرحي بخاره وان شاء الله نشوفوه بخلاف اطار المهرجان نشوفوه عامل سيكل على قريب الناس. على قريب ان شاء الله خلي الناس عندي. تتفرج عليه وتتبعوا لكن نختم بسؤال شو نقول لك التجربه الدراميه وين وقفت وين مايسترو والحرقه من بعد ما جاتش عروض انك وادوارك كانوا مميزين معناها الناس عرفتك من خلال التلفزه والله جيت عروض الحق ما نكذبش لكن يمكن ما شغلي زاد اللي انا جاوك عروض ورفضت معناها مثلا جيو عروض ما وما نجمتش اصلا نرفض كنت من الاول ما نجمش خاطر عندي التزامات مسرحيه ما كنتش في تونس دونك كنت نخدم في مسرحيه اخرى دونك يمكن المسرح زاد خذاني اكثر جبدك اكثر جبدني اكثر دونك آه ما اما نتصور زاده آه مانيش آه الدراما ولا المسرح انا المسرح نعيش معناها انت بيه. انت من الناس اللي اقرب للمسرح اذا كانوا يقدموا لك عروض انك تخدم دراما ولا مسرح تمشي للمسرح مهما كانت التكاليف ااا آه انت ولا العمل انت والعمل انت والظروف معناها اما انا نخير ديما المسرح تكويني مسرحي انا جاي من المسرح نعشق المسرح معناها ما نجمش نحب المسرح اكثر ملتزم في المسرح نحاول نحاول نكون ملتزم بالمسرح نحاول نخدمه بجديه آه والدراما دراما زاد فما تجارب دراميه باهيه اذا كان فما تجرب كيما حرقه كيما مايسترو لتحمل قضيه حقيقيه دونك euh, نكون متواجد ونهز البروجي كيما مع, مع الاسعد ان شاء الله موفق صادق ترابلسي نورتني على موجات الاذاعه الوطنيه عايشة. ونحب كل ما تهز بروجي تجي بحذانا استوديو خمسه مرحبا نحكيو على مهما كنت التجربه انا نتمنى لك التوفيق ونتمنى زاد تكون عندك تجارب دراميه اخرى خاطر اكتشفناك وشفناك محلاك على الاخر. خلي لك كلمه الختام. أه نشكرك برشا نشكر الاذاعه مرحكيك. الوطنيه ونستناك نهار العرض نهار السبت ثمانيه بمهرجان علي بن عياد بشكون عنا عندنا سيكل على قريب في مدينه الثقافه وأكيد جايتنا مهرجانات أخرى نخليه من نجموش نحكيو عليها تو أه دونك إذا كان عندنا عروجات تونجيك تو ونحكيو فيهم أكثر مع فريق كامل تحية ليك ومن خلالك عايز. نحب نحيي فريق بخارة موفقين نحن موفقين